نتمنى ان اموركم الصحيه تكون في احسن حال والنفسيه كذلك. الموضوع ديال اليوم لاكينيزيثيرابي، اي التغويه الطبيه والمعالجه الفيزيائيه. كنا كنعرفوا بان المعالج الفيزيائي او المروي الطبي تيدير لينا لو ماساج، من غير لو ماساج ولا ريلاكساسيون ولا ماساج دي موسك اللي تيكونوا عندنا فيهم عطب او مشكل، او فاش كنكونوا تصابينا عطب في او نيفو ديال لي ممبر ديالنا، الاعضاء ديالنا، مثلا تهرسنا يعني فراكتور ولا اون انتورس. اون انتورس هي فاش تيكون العظم و لو موسك اتاشين يعني مع بعضياتهم ملاصقين و تيديتاشاو بحال هكا، ماشي هرس ولكن كتسمى اون انتورس. اون انتورس هي هادي. الوغ هنا كان ضروري خصنا نشوفو الطبيب ديالنا، سواء تروماتولوج ولا روماتولوج، ذوي الاختصاص اللي تيعرضونا عند ان كينيزيثيرابيوت، المروض الطبي والمعالج الفيزيائي. كنديرو بعض الحصص باش كنحاولوا هذاك العضو اللي وقع فيه داك العطب يعاود يسترجع الحركه ديالو وداك لو موسكل يعاود يرجع يخدم كيف ما كان كيخدم قبل. كنسمعوا دائما لا كينيزيثيرابي فاش كيكون عندنا دي كونتراكتور موسكولير، يعني فاش كنكونوا متشنجين، عندنا تشنج عضلي، كنكونوا كنخدموا بزاف، كنرهقوا نفوسنا، بزاف ديال الامور كنحتاجوا المروض الطبي ومعالج فيزيائي كيساعدنا باش داك لو موسكل يكون كونتراكتي يتطلق وتكون عندنا واحد الراحه ونحسوا بواحد الارتياح في العضلات ديالنا. الحاجه اللي ما تنعرفوهاش ان لو كينيزيثيرابيوت تيتقسم بزاف ديال الانواع وديال التخصصات، اللي منهم لا كينيزيثيرابي كارديو ريسبيراتوار، المعالج الفيزيائي او المروي الطبي ديال الجهاز التنفسي واللي عنده علاقه بالعضلات ديال القلب. وبزاف د الحالات هنا تيكونوا نعطيكم مثلا اون بيرسون اللي تتكون ازماتيك اللي عندها مرض ديال الربو، تيكون عندها صعوبه في التنفس، بحيث ان في التنفس حنا اللي كنكونوا ازماتيك مثلا تنبغيو غير ناخذوا نديروا عمليه ديال استنشاق الهواء، ولكن ليكسبيراسيون باش عمليه الزفير تتكون عندنا صعيبه. وفي هذا الخطا اللي كنرتكبوا اننا خاصنا نكسبيريو او ماكسيموم اون بلوك، كنكسبيريو حتى اون بلوك ليكسبيراسيون، يعني كنديرو عمليه الزفير وباش كنقدروا نريسبيريو، كنوليو نريسبيريو بواحد لو ريتم كيساعدنا ان يولي عندنا ان ريتم دو ريسبيراسيون اللي مزيان اللي اديكوا للحاله ديالنا ديال الربو. وفي بعض الاحيان تيكون عندنا مشكل على ما نوصلوا عند الطبيب او عند الاخصائي المروض الطبي والمعالج الفيزيائي، هادوما العمليات ديال ليكسبيراسيون باش نقدروا نريسبيريو، كتساعدنا اون اتوندون بيد ما نوصلوا عند الطبيب ديالنا ولا الاخصائي ديالنا نكون بعدا فواحد الحاله اللي ما تكونش صعيبه بزاف. ثاني حاجه الترويد الطبي اللي عنده علاقه بتوسكي نورولوجيك ديال الجهاز العصبي ديالنا، مثلا الناس اللي عندهم لا قدر الله الباراليزي ديال سواء ديال لي ان مومبر ديال رجل وحده مثلا ان مومبر انفيريور، او باراليزي ديال لي دو مومبر بجوج، او باراليزي ديال لي 3 مومبر، او باراليزي ديال لي 4 مومبر اللي تتكون صعيبه بزاف. هنا خاصنا ضروري نشوفوا الطبيب ديالنا اللي غيعرضنا عند اخصائي ومروض طبي ومعالج فيزيائي، غيساعدنا اننا تكون عندنا اون ريابيليتي ديال لو مومبر. كيرجع كنعاودو نرجعو نحاولو عن طريق الحصص نعاودو نحركو هداك لو مومبر اللي باراليزي يوقع فيه شلل باش يعاود يرجع يخدم من جديد، على حسب كل حالة بطبيعة الحال. مثلا الناس اللي ما تيقدروش يتمشاو او عندهم مشاكل في الحركة او امراض ديال باركنسون الى اخره، هنا كنشوفو التخصص ديال التعويض الطبي اللي عنده علاقة بالجهاز العصبي نورولوجيك. كاين مثلا لا كينيزيثيرابي اللي عندها علاقه بالسبور، بزاف ديال لي زاتليت او لعابه الناس رياضيين كنزاولوا الرياضه ديالنا، ولكن ما كنعرفوش الكيفيه ديال كيفاش الذات ديالنا كتجاوب لينا مع الرياضه وكيفاش تكون عندنا اون بون بوستور وحنايا كنزاولوا الرياضه ديالنا. مثلا فاش كنشوفوا ان اتليت ولا شي لعاب كتلقاه دائما عندهم مرافقه ديال اخصائي في الترويض الطبي وفيزيائي كيساعدهم انهم يديروا رياضه بالشكل الصحيح اللي ما غدرش الذات ديالهم،
وفي نفس الوقت كي رونفورسي لك مثلا لي فوتبولور مثلا اللي تيلعبوا الكره تيعاونهم يرونفورسيو لو موسكل ديال رجليهم حتى تكون عندهم واحد القوه باش يقدر يجري ويقدر يلعب الكره اي انسي دو سويت. لا كينيزيثيرابي بيدياتريك اللي جيت خصيصا لهذا الموضوع هذا الترويض الطبي او العلاج الفيزيائي عند الاطفال وحاجه اللي مهمه خاصنا نعرفوها. بزاف ديال وليداتنا وبزاف الاطفال تتصابوا بواحد المرض لا برونكيوليت التهاب القصيبات الهوائيه وبالاخص عند الطفل. هذا المرض هذا تتصابوا به الكبار والصغار ولكن بالاخص الصغار اللي تتمحنوا وتتعذبوا بزاف. علاش؟ لان ديجا عندهم مناعه اللي باقا ضعيفه يلاه تفطور التكوين ما كيقدروش يخرجوا من هذه المرحله بسهوله وتتعذبوا بزاف لان توقع لهم مشكل وضيق في التنفس عسر في التنفس. الا ظهروا عند الطفل ديالكم هاد الاعراض هادو خاصكم تديوه ضروري عند الطبيب المختص باش يعرضوا باغ لا سويت عند ان كينيزيثيرابيوت اللي غيساعدوا عبر الحصص. ما بين الاعراض ان الولد ديالكم او الطفله ديالكم كيضربها البرد كيضربها البرد تقدر يجيها رواح او يضربها البرد وتبدا تكح والكحه كتكون خاويه وكتكون جينونت حيت كتبدا تجرحهم بيتي ا بيتي. الكحه كتبدا تعمر وفاش كتبدا تعمر الكحه تولي واحد الصوت كيصدر من الصدر ديال الطفل ديالنا تصفار. فاش تولي تصفار تولي عسر تنفس اللي تيؤدي لبزاف الحالات. الاطفال الصغار اللي تنهضر من سنتين لتحت هما اللي تيكونوا معرضين بهذا المرض اللي تيأثر عليهم بزاف بزاف. مثلا فاش كيكونوا باغين الاطفال يرضعوا عند الام ديالهم ما تيقدروش يرضعوا حيتاش عندهم عسر في التنفس اللي غيأثر لهم على بلع على لا ريسبيراسيون ديالهم. تيكون عندهم ضيق في التنفس تيوليو ما قادرينش يتنفسوا. بعض الاحيان تتكون الحراره كتكون شويه ما مرتفعش بزاف ولكن كتكون الحراره ما بين وبين. كتكون لا فاتيغ عند لونفون كيحس بالتحتيح والعياء في لي مومبر ديالو. هنا ضروري خصنا نشوفو الطبيب وسورتو الى طولت المده من اسبوع حتى الاسبوعين. كتبدا من دو جوغ تطول حتى لسيمانه او جوج ديال السيمانات جوج الاسابيع. هنا ضروري التدخل ديال الطبيب الله يخليكم ضروري اورجون خصنا نشوفو الطبيب. الحاله الثانيه بريماتوري الوليدات اللي كيتزادوا قبل الوقت الامهات اللي تولدوا وليداتهم قبل الوقت لا قدر الله. كاينين 3 تيب ديال بريماتوري 3 نيفو ديال بريماتوري اللي غادي نشرح لكم. لو غران لو تري غران بريماتوري كاين لو غران بريماتوري اي لو بيتي بريماتوري. لو تري غران بريماتوري تيتزاد قبل الوقت ما بين 6 شهور لتحت. من 6 شهور لتحت هنا سي لو تري غران بريماتوري. تنهضروا على الطفل اللي ضروري خاصو عنايه مشدده. ديجا فاش كيتزاد كيمشي للعنايه المركزه للاطفال لو سيرفيس دو ريانيماسيون نيوناتال و تيديرو في القرعه ديريكتومون حيت تيكون عسر باقي ما كتملش لا او نيفو ديال الجهاز الهضمي ديالو ولا التنفسي ديالو تيكون عنده صعوبه كبيره. الطفل لو غران بريماتوري اللي تيتزاد ما بين 6 شهور ل 7 شهور وكاين لو مويان بريماتوري ما بين 7 شهور ل 8 شهور. تيكونوا عندهم مشاكل صحيه كبيره اللي كتجلى في الجهاز التنفسي عندهم مشكل في الجهاز الهضمي ديالهم والحاجه اللي مهمه ان تيكون مشكل في الجهاز العصبي. فاش كنسمعوا ان بريماتوري ديريكتومون كنفكروا في الاي ام سي. الاي ام سي سي لانفيرميتي موتريس سيريبرال اللي هي الشلل الحركي الدماغي عند هذا المولود هذا اللي تتكون اصابه ديال الشعيرات الدماغيه واللي كتخلي لنا دي ديغا كتخلي لنا اثار مالوغوزمون سلبيه للاسف. العلامات اللي تيكونوا عند لو بريماتوري والمشكل اللي تيكون عنده هو التطور ديالو لو ديفلوبمون نورولوجيك او لو ديفلوبمون كوربوريل اي موتور ديالو تيكون اون روتار ما تيديفلوباش في الوقت. مثلا الوليدات فاش كيتزادوا كنحطوهم على كرشهم تيبقاو يلعبوا تنعرفوهم بانهم حركيين تيبقاو يلعبوا تيكون اونديكيبيتوس فونترال على كرشهم محطوط تيبقى يلعب حتى كيبدا يتقلب على ظهره
وعاوتاني من على ظهره يرجع يتقلب على كرشو وهي غاده. هذا هو المشكل اللي تيكون عند بين مشاكل تيكون عند لي بريماتوري، انهم ما كيقدروش يديروا هذا الشيء. علاش؟ لان فاش تيتزادوا تيكون عندهم مشكل ديال ليبرتوني، هي اون كونتراكتور موسكولير. شنو هي لا كونتراكتور موسكولير؟ يعني تيكونوا المسكل العضلات ديالهم مزيرين وتيكونوا كريسبي ومجموعين. هنا ما تقدروش يكون عندهم اون فلويديتي نورمالمون. مع التطور مع النمو تبدا تحيد هذيك ليبرتوني وتتولي تيولي المسكل تتطلق بيتي ا بيتي. مي عند لي بريماتوري وعند لي زي ام سي نو، للاسف تيبقى الدات ديالهم كروزا. وهنا كنحتاجو ضروري للتدخل ديال الطبيب وديال المعود الطبي والمعالج الفيزيائي ضروري باش يطلق لنا داك المسكل. وكنحتاج بسيكوموتريسيان التخصص ديال النفسي الحركي وبزاف ديال التخصصات. علاش؟ لان حنا كنخدموا اون بلوري ديسيبليناريتي، كنخدموا اون جروب باش كاع الاخصائيين تيكونوا حاضرين و تيديروا الدور ديالهم كاخصائيين، وكل واحد المجال ديالو تيخدم فيه باش يكون عندنا واحد النتائج اللي مستحسنه جدا وواحد التطور اللي مزيان. ثاني حاجه ان لا بوزيسيون اسيز، ما تيقدرش يجلس. حيتاش؟ علاش؟ حيت لي بيرتوني اللي شرحت لكم تيكون مزير، كيفاش غيقدر يجلس؟ تيكون امبوسيبل انه يجلس. ولكن عن طريق الحصص والترويض تنساعدوه انه يجلس، وبشويه بشويه تيبدا يتقدم. لا توني ديال لا تيت حتى هي تيكون فيها مشكل، تيكون كريسبي، ما تكونش واحد لا فلويديتي. مثلا باش كيبغي يوقف واخا نعطيوه ان سوبور شي حاجه باش يوقف عليها، ما تيقدرش، ما عندوش هاد القابليه. هنا خصنا ضروري نعرضوه عند الطبيب والاخصائي في نفس الوقت، الاخصائيين. و لا بوزيسيون او من غير لا بوزيسيون دوبو لا مارش، المشي، بزاف ديال الامور من هذا القبيل. هذا هنا انفيرميتي موتري سيريبرال كتبقى مع مرور الوقت كتظهر بزاف ديال العلامات. حيتاش شنو المشكل؟ تيكون المشكل ديال لو سيستيم موتور ديالو، تيكون وقع فيه خلل او ضمور. دوكو السيستيم موتور كيكون عنده علاقه بالحركه، بالموفمون ديالنا، بالكلام، بالبلع. بزاف ديال الاطفال اللي مصابين بهذا المرض هذا تيكون عندهم مشكله البلع، وكتلقاو لا صاليب ديالهم خارجه، اللعاب ديالهم كيسيل لانهم ما قادرينش يبلعوا، ما عارفينش كيفاش، لان الجهاز الحركي المركزي اللي عندنا هو اللي تيخدم لينا هاد لي بارتي، هاد لي موسكل، لي موفمون، لا بارول، الهضره. ما تيكونش عندهم تيتعطلوا في الهضره وما تيقدروش يهضروا. اضطراب معرفي كيقدرش يستوعب بزاف الامور، تيتعطل في النطق، ما تينطقش. واحد الحاله اخرى باش نختم، الوليدات اللي كاينين وليدات اللي ماشي بريماتوري، يعني تيكملوا 9 شهور في كرش ماماهم تيتزادوا، ولكن لو مامون ديال لاكوشمون تيوقع فيه مشكل، لا من ناحيه الام ولا من ناحيه لو نوفوني، هذا الطفل هذا اللي غيجينا، هذا المولود هذا. الام كتعاني، تتكون صعوبه وعسر في الولاده اللي تتاثر لنا بزاف على الطفل، والحاجه اللي تتكون خطيره على الطفل. فاش لو مومون اللي تجبدوه من كرش ماما وتتم عمليه الولاده، الاكسجين ما تيوصلش ليه للدماغ، دوكو تيخلي لنا دي ديغا اثار في الجهاز العصبي اللي تيعطينا بعض الاحيان نفس الاعراض اللي تظهر لنا عند البريماتوري. هو ماشي بريماتوري ولكن كتعطينا نفس الاعراض، هما كيتعطلوا في لو ديفلوبمون ديالهم. بزاف ديال الناس كيردوا البال بان مثلا الاش ابارتيغ د 4 شهور ولدهم ما جلش، ما دارش لا بوزيسيون اسيز، ما جلش، تعطل فيها بزاف، تعطل في لا بوزيسيون باش يوقف باش يتمشى. كتلقى بعض الاحيان تلقى حبا بزاف ولا ما حباش او ما قدرش يتمشى في الوقت. بزاف ديال الامور من هذا القبيل. بعض المرات تتكون اون باراليزي، ماشي باراليزي 100%، ولكن تيكون ما عندوش القدره انه يحرك بعض الاعضاء ديالو، ما تقدرش يحركهم 100%، تيحركهم مثلا ب 20 دوغري 20 درجه او 30 درجه، ما تقدرش يحركهم 100%، تيكون دائما واحد المشكل. وهنا خاص دائما الترويض الطبي النفسي الحركي والترويض الطبي عند معالج فيزيائي. بزاف ديال التخصصات كيكونوا مجتمعين باش كيقدروا يعطيونا نتيجه احسن وافضل. نتمنى انني نكون فدتكم بهاد لا فيديو هادي. ما تنساش ديروا اشتراك الا ما مشتركينش، ولايك، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. شكرا على المتابعه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله في تخصص جديد ديال الارغوثيرابي.